يعني احنا في موسم الشتاء، ولكل محبي الشتاء طبعا بكل يعني امراض الشتاء واعراض امراض الشتاء، للناس طبعا استوت منها دور برد لافف على الناس كلها، ودور قاسي طبعا بيدخل ياخد البيت كله للاسف الشديد، ويمكن متحور جديد لكورونا، دور صعب ويعني اعراضه صعبه جدا على الناس كلها. فيا ريت كل الناس تاخد بالها على قد ما تقدر، بقى مشروبات سخنه، فيتامين سي، على قد ما نقدر كل الناس تاخد بالها من نفسها. والحقيقه انه بيبقى الهم الأكبر لما يكون في أطفال، ويكون في يعني الأطفال دي عيانة، شغلنا الشاغل بيبقى الاهتمام بصحة الولاد دي. واليومين اللي فاتوا طبعا كل الأطفال أو معظمهم أخد دور البرد ده، اللي أخده طبعا بشكل خفيف أو اللي وصل معاه المتحور الجديد لكورونا، وكان صعب عليهم جميعا. فعشان كده بنبقى طول الوقت عايزين ناخد بالنا، لكن الحقيقة إنه كمان الموضوع مش بس مقتصر على دور البرد، إحنا ابتدينا نلاقي الكلام، وطبعا يعني معظم الكلام بيكون على جروبات الأمهات بتاعة المدارس، بنلاقي ايه كلام على الجدير المائي، وانه في مدارس بتتقفر علشان الجدير المائي، وحالات كتير وكلام كتير وحالات منتشرة وسط الناس كتير، ومتبقاش عارف الحقيقة فين. طيب الوزارة ردت بدورها وقالت انه لا، الموضوع الشائعات كبيرة شوية، الحالات في رينج طبيعي بتاع كل سنة، احنا واخدين كل اجراءاتنا الاحترازية والوقائية، الطلبة لو لا قدر الله عرفنا انه في حالة في فصل بناخد كل الاجراءات اللي المفروض ناخدها. الطب الوقائي دكتور عمرو انزيل مساعد وزير الصحه للطب الوقائي قال بدوره انه الجديري مش منتشر بالشكل اللي بيتقال عنه، وانه معدلات الاصابه في الوقت ده من السنه طبيعيه بالنسبه للطلاب. ايا كان الوضع، هو في حالات، الحالات حجمها عامل ازاي او العدد قد ايه مش دي الفكره، ايه اللي بيتقال بالظبط ما بين الامهات وعلى وسائل التواصل الاجتماعي برضو مش دي الفكره. الفكره ان انا لو عندي حاله جديري مائي اتعامل معاها ازاي؟ ازاي اهتم بطفل او حتى شاب عنده جديري مائي؟ هنعرف من المتخصصين معانا على التليفون استاذه دكتوره رانيا نبيل صبري، استاذ طب الطفل بالمركز القومي للبحوث واستشاري طب الاطفال وحديثي الولاده. مساء الخير على حضرتك يا دكتور، وعام جديد سعيد عليك يا رب. يعني الجديري المائي واعراضه، وانا المفروض اعرف ازاي ان انا داخل على حاله جديري مائي، ولو تاكدت من ده المفروض اتعامل ازاي مع الحاله؟ مساء الخير عليكم، كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك بخير. بصي حضرتك، بالنسبه للجديري المائي، هو طبعا احنا بنبدا نشخص الحاله، او حتى الام ممكن تبدا تشك لما بيظهر اللي بنسميه الراش، اللي هو الطفح الجلدي. لكن هو في الاول بيبقى مسبوق بظهور حاجه بنسميها البرودروما، اللي هو بيبقى ممكن ارتفاع في درجات الحراره، في درجه الحراره بتاعه الطفل. ممكن يبقى الطفل حاسس باعياء عام، يعني ان هو تعبان، ان هو جسمه هزيل، ان هو نشاطه مش العادي، بس ما بنقدرش نشخص في الفتره دي. التشخيص الاساسي بيبقى بظهور الطفح الجلدي. الطفح الجلدي بتاع الجدير المائي شكله عامل ازاي يا دكتور؟ بالظبط، ليه شكل، لو معانا صور نعرضها يا جماعه لو سمحت. ليه شكل فضل. مميز بيبقى حضرتك، يعني عباره عن فيسيكلز، يعني معبي ميه، يعني بتبقى الطفح نفسه معبي ميه، وبيبدا ظهوره في منطقه البطن والظهر، وبعد كده بيبدا يطلع لفوق للايدين وفروه الراس والوش، وبعد كده ينزل للرجلين. فهو بيبقى الشكل الكاركترستيك ليه اللي هو بيبقى فيه زي معبي ميه، وانتشاره في اماكن محدده زي ما شرحت كده. طيب معدي يا دكتور، يعني لو جه هياخد الاطفال التانيين اللي في البيت ولا لا؟ وده ليه علاقه باللقاحات ولا لا؟ معدي جدا 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 عن طريق النفس. يعني الناس كانت متخيله ان هو بيبقى معدي بس باللمس. عن طريق اللمس بتاع الطفح الجلدي. هو طبعا معدي عن طريق لمس الطفح الجلدي، لكنه معدي اكتر عن طريق النفس، فعشان كده هو معدي جدا. طبعا لو طفل اصيب، المفروض ان هو بيتعزل من اسبوع ل 10 ايام لحد ما الطفح الجلدي ده كله ينشف، والا هيبقى معدي للي حواليه كلهم، سواء في اطفال المدارس سواء في العيله. بالنسبه للتطعيم، طبعا التطعيم بيتاخد جرعتين عند سن سنه، وبعد كده عند سن من سنه ونص لاربع سنين جرعه ثانيه، بيقي تقريبا 90% من حالات الجديري، لكن ممكن حد يبقى متطعم ويجيله، بس يجيله بصوره مخففه جدا يعني. طيب وهو طبعا يعني المفروض ان هو بيجي مره في الحياه يعني. طيب كان معتاد كده احيانا امهات تقول لك ما هو لو دخل البيت هياخد كل البيت كل البيت، فكل البيت يتعدي مره واحده، هل ده اجراء حضرتك شايفاه عامل ازاي؟ حتى وان كانوا مطعمين او غير مطعمين.
لا يا يعني طبعا اجراء مش سليم في رايي، ان هو مش سليم، لانه ممكن يبقى العدوى تسبب نوع جامد جدا من الجديري يخلي الطفل اولا لا يعرف يروح مدرسته ولا يعرف يتعامل مع الناس. لا يعني مش صح ان احنا عشان واحد جه بقى يبقى البيت كله لازم يتعدي. وبعدين زي ما بقول لحضرتك التطعيم بيقي، اه طبعا بيقي بنسبه عاليه جدا قد تصل 90%، لكن مش في المية، مش 100%. فلا هو الطفل لما يجي له جديري لازم يتعزل عن بقيه اقرانه او اخواته او كده. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذه الدكتوره رانيا نبيل صبري، استاذ صحه الطفل بالمركز القومي للبحوث واستشاري طب الاطفال وحديث الولاده. شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا.